استمرارا للضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها الأجهزة الأمنية لتجار ومروجي المواد المخدرة، والتي تعكس يقظتها ودقة عمليات الرصد والمتابعة لقطع الطريق أمام هذه العناصر الإجرامية لترويج سمومهم القاتلة، وبما يحمي الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. في هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، نشاط عنصرين إجراميين تخصص في نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة بمحافظة السويس وترويجها على عملائهما بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق إعداد مخازن سرية داخل سيارة نقل بعيدا عن الرصد والمتابعة الأمنية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بنطاق قسم شرطة الجناين بالسويس. ونجحت الإدارة في ضبط 6000 تربة لمخدر الحشيش تزن 600 كيلوغرام. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 42 مليون جنيه. واستكمالا لتلك الضربات وإحباط محاولات الجلب والترويج، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي ضربة أمنية حاسمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديريات أمن الجيزة، تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الآيس، متخذا من دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة مسرحا لمزاولة هذا النشاط الإجرامي، وبحوزة كمية من مخدر الآيس تزن 50 كيلوغرام وتقدر قيمتها المالية ب50 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية القوية التي تحبط محاولات الجلب والترويج إنما هي تأكيد على يقظة واحترافية الأجهزة الأمنية لتصديها الحاسم لمحاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة، فهذه الضربات الاستباقية تسهم في حجب كميات هائلة من المخدرات عن البلاد.